صباح الخير من جديد لكل مشاهدينا اللي لا زالوا بيتابعونا ببرنامجهم جديد. هذه الفقرة فقرة بتتحدث عن موضوع مهم. لما بنحكي عن التعليم نحكي عن أهمية خاصة في مجتمعنا وأولوية عند كل الحكومات المتعاقبة، وبنحكي عن مسؤوليتنا جميعا تجاه التعليم. لذلك اليوم رح نحكي عن مشروع سيطلق إن شاء الله، ومشروع قديم جديد اللي هو يعني الوقف في التعليم، فكرة الوقف في التعليم. اليوم سنتعرف عليها أكثر من خلال ضيوفنا الأكارم والأفاضل معالي الحاج حمدي الطباع، وهو رئيس مجلس تولية الوقفية. أهلا وسهلا فيك، وسنتحدث عن هذا المجلس، حدث عن إشهاره إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك معاليك، معالي دكتور ياسين الحسبان، وأنت أحد المؤمنين جدا بفكرة الوقف في التعليم، وكان لك تجربة بجوز مش بشكل مؤسسي، تجربة شخصية وفردية، والآن أنت ستعمل بشكل مؤسسي مع المجلس. أهلا وسهلا فيك. معالي الحاج حمدي، لو سمحت بدنا نحكي عن فكرة الوقف وهذا المجلس، لو توصف لنا إياه قليلا لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية صباح الخير الأردن ولا التلفزيون الأردني، وشكرا على هذا اللقاء. الحقيقة فكرة الوقف التعليمي هو الوقف صورة عامة قديم وتاريخيا بكل الأديان حتى، وهناك وقف معروف يعني لجهات أو وقف نوعي نسميه. الآن الوقف التعليمي اللي الآن نتكلم عنه اليوم، كان الفكرة جاءت من دكتور وائل عربيات وزير الأوقاف السابق، نعم، وبدعم من وزير التربية والتعليم ذاك الحين الدكتور عمر الرزاق. نعم. فالأردن بحاجة إلى عدد كبير من المدارس، حوالي 600 مدرسة، ولابد أنه المجتمع المدني يشارك ويساهم، فنحن مجتمع تكافل. بالفعل. فلابد أن المجتمع والقطاع الخاص بصورة خاصة أن يساهم ويشارك ويتحمل مسؤوليته تجاه الوطن. فالدكتور عمر الرزاز حفظ الألقاب اليوم دعا مجموعة من أكاديميين مع الدكتور ياسين وأمثاله ورجال أعمال لاجتماع، وكنا يمكن احنا متفاجئين في الاجتماع. فطرح موضوع أنه لابد أنه إنشاء مجلس للوقفية التربوية أو التعليمية، وحبينا نسمع منه يعني ما هي أفكاره. وكان وجهة نظر واضحة أنه لابد أنه نساهم الكل، والوزارة التربية والتعليم تدعم هذا المشروع بكل أجهزتها. بالفعل. وهذا اللي حصل. وخلال الاجتماع مع مجموعة طيبة كما ذكرت من زملائنا، قرر الدكتور عمر وفاجأني أنه أنا أكون يعني مع المجموعة، وأتشرف أني أكون بهذه المجموعة. والحمد لله أنه ثم غادرنا هو إلى رئاسة الوزراء، لكن بقينا نحن نجتمع دوريا في الوزارة. وأعتقد لابد أن نشكر جهاز الوزارة اللي داوم معنا في هذا الشيء. الوقفية التربوية الآن أصبحت مسجلة رسميا، كما ذكرت المفتي العام، سمعت المفتي العام أعطانا الفتوى. ويوم الاثنين بعد يعني يوم الاثنين 24 الشهر سيكون الإشهار تحت رعاية دولة رئيس الوزراء عمر الرزاق. هذا مهم جدا معليك، ولكن أيضا يعني بجوز عشان نبسط الفكرة ونقربها للناس أكثر. معالي دكتور ياسين، بنحكي الوقف يعني تبرعات لإنشاء مدرسة والوقفية التربوية من الجميع، يعني بيقدر المواطن العادي ساهم بيقدر، ولا هي محصورة بأشخاص معينة؟ الفكرة من هذا الموضوع بشكل مفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه به أجمعين. شكرا لمعالي أخي الكبير الشيخ اللي احنا بنسميه عندنا شيخنا الشيخ حمد الطباع اللي أعطى هذه الفكرة. أنا في الحقيقة قبل يعني أن تكون هناك فكرة تأسيس مجلس وقفية، كنت عم ببني مدرسة باسم الوالد، لأني قبل 20 عام بنيت مسجد باسم الوالدة، وصلت في 10 سنوات وهي طيبة رحمها الله، توفت قبل 8 سنوات. وبدأت أفكر أنه أنا عملت شيء للوالدة، بدي أفكر ماذا أعمل للوالد. أكون صادق معك للوالد. ففكرت ببناء مسجد وعملت مخططات، وساعدني فيها الله يكثر من أمثاله
اللي هو ماجد الطباع، المهندس ماجد الطباع. فعملت المخططات، فلما اجيت بدي انا يعني ابني المسجد قابلت الدكتور وائل عربيات اللي وزير الاوقاف السابق وهو صاحب الفكره، سالني قال لي هل هناك مساجد قريبه من المسجد اللي بدك تبنيه؟ فسالت، قطعه الارض اللي كانت على الطريق العام بين المفرق وبين دمشق وعمان، قالوا لي في مسجدين ولا يبعد 200 متر عن المسجد اللي أقيمه. فاقترح لماذا لا تعمل وقف تعليمي، تبني مخازن، تبني إشي، وهذا تصرف أنتم على تعليم الناس اللي خلينا نقول بيحتاجوا إلى المساعدة. تبلورت الفكرة بمدرسة عندما قابلنا دولة الدكتور عزاز لأنه كان وزير التربية والتعليم، واختمرت الفكرة في أنه مدرسة نموذجية قامت وزارة التربية والتعليم مشكورة هي بتخطيطها وهي خليني أقول عمل العطاءات تسهيلات كلها. والحقيقة أنا من هذا المنبر بشكر دولة الرئيس وبشكر معالي الوزير السابق والعربيات أنهم ساعدوني جدا وتخطيت كل العقبات البيروقراطية. وأصبحت كل محققة المدرسة يعني. الآن كنت عم توصف لمعالي كان عم بوصف لك تحت الهواء المدرسة ومرافقها. هي المدرسة هي مدرسة فيها مرافق كبيرة. يعني مساحة بناء المدرسة ثلاث طبقات 500 متر وفيها غرف صفية وفيها غرفة إدارة وحاسوب ومساعدة ومقصف ومختبر وساحة معبدة، يعني بنيت على مواصفات حديثة جدا. أنا هذا الذي أريد أن أسأله معاليك أيضا، يعني لما نحكي عن مدارس وقفية هل معنى هذا أنه هي مدارس متواضعة، مدارس فخمة، مدارس جيدة؟ يعني ما هي مواصفات المدارس الوقفية؟ كنا عم نحكي تحت الهواء معاليك أنه أهم هارفورد مثلا مدرسة وقفية أو جامعة وقفية، أنت كنت عم تحكي لي عن تركيا وتجربة تركيا في المستشفيات وأيضا المدارس. ما هي سوية الوقف التعليمي يعني برأيك؟ ماذا سيغير؟ وزارة التربية والتعليم لديها مواصفات لأي مدرسة، كانت روضة أو حضانة أو ابتدائي أو تأهله، فالمواصفات موجودة لدى وزارة الأشغال وتنفذها وزارة الأشغال. اللي احنا الان واجبنا احنا كمجلس للوقفيه نحن بدنا نسوق هاي الفكره للمواطن انه الاراضي هي اراضي للدوله، يبنى عليها مدارس حسب حاجه وزاره التربيه والتعليم في كافه مناطق المملكه في كل المحافظات. الان هل يستطيع المواطن ان يساهم؟ نعم، بيقدر يساهم في نقول في رحله، بيساهم في مكيف، بيساهم في لابتوب، بيساهم بكل إمكانياته. ما فيش أي سقف للتبرع. اللي بيرغب إنه يبني مدرسة، ثم أهم شيء إحنا الوزارة التربية والتعليم بحاجة لصيانة هذه المدارس. الآن الموارد قليلة، فإحنا المجلس كمان همه ومسؤوليته إنه يتعاون مع وزارة التربية يشوف ما هي المدارس اللي بتحتاج لصيانة لزيادة صفوف. يعني ممكن يكون هذا دورها أيضا، لكن مرة ثانية إنه إحنا الفكرة إنه كل مواطن إن شاء الله بيقدر يساهم في هذه الوقفية. وهو كما ذكر الدكتور عمر الزاد عندما كان وزيرا للتربية أن سيطلب من مجلس الوزراء بإعفاء هذا التبرع من المواطن من ضريبة الدخل، وإن شاء الله الآن هو دولة الرئيس وصاحب القرار نسمع منه يوم الاثنين هذه البشرة. رائع. إذا أنتم بتنتظروا الإشهار معاليك أيضا؟ يعني سيدي الإشهار حيكون يوم الاثنين، وأعتقد يوم الاثنين صباحا الساعة 10 صباحا سيقوم دولة رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم باستلام مدرسة المرحومة محمد صايل الحسبان اللي هو والدي باستلامها استلاما نهائيا، وأنه طلبة هذا الفصل سيدرسون في هذه المدرسة. ونأمل من الله سبحانه وتعالى، أنا يعني بحب أؤكد أنه هذا عملا خالصا لوجه الله تعالى، لا أريد منهم
من أي أحد جزاء ولا شكوى. نعم. الهدف أنه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه ومرضاته. يعني إحنا كمان أول شيء أنتوا أسعدتموني كثيرا بهذه الفكرة، إن شاء الله يا ربي أنه بيكون فيها كل النجاح. كثير ناس بيكونوا يسألونا مرات إحنا كإعلاميين وين نتبرع، لمين نتبرع طبعاً. مين في فقراء؟ طب وين في وجه أفضل من هذا الوجه للتبرع ولي يعني طلب القرب من الله سبحانه وتعالى؟ يعني تعليقك معاليك كمان. هو الوقف، الوقف بصورة عامة ليس فقط موجود وقف تربوي، هناك وقف صحي، وقف التعليمي، وقف خيري. نعم. ضمان البعد الاجتماعي، يعني إذا بنذكر مثلا في مدينة الخليل لا تزال الوقفية قديمة. صحيح. في القدس موجودة، يعني وقف إسلامي ووقف مسيحي. إحنا حتى يكون واضحة الصورة إنه هذا الوقف ليس له أي صبغة دينية. تمام. من يرغب مهما كان، هذه عمل خير لخدمة الأردن، ويتحمل كل واحد فينا مسؤولية ضمن إمكانياته. ليس هناك أي ضغط على أي شخص بيرغب. تمام. من دينار إلى مليون. الحمد لله جاءنا دعم مباشر، وليس هي دعاية، لكن البنك الإسلامي الأردني. نعم. كان أول المتبرعين. نعم. لهذا الوقف، والآن نتأمل تبرعات من جهات مؤسسات أردنية. وأهم شيء إن عندما سمع المغتربون الأردنيون، حكيت لي صح، جميلة المغتربون الأردنيين سمعوا في هذه الفكرة، ابتدأوا يتصلوا فينا إنه كيف نستطيع أن نساهم في بناء الأردن الحديث إن شاء الله في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني. أنا بجوز معالي دكتور ياسين حابة توصف شعورك لما رح تفتتح المدرسة وتشوف فيها أولاد وبدرسوا وبتعلموا. يعني هاي بجوز رسالة لكل اللي يعني بجوز مش متحمسين، ممكن أنت تعطيهم مشاعرك الحقيقية تجاه هذا المشروع. سيدتي أقول لك بصراحة، أنا من الناس اللي دائما وأبدا بشعر أن الله سبحانه وتعالى هو المعطي. الله يعطيك. ويعني وهو المانع. وأنا بعتقد إنه الإنسان في هذه الدنيا كلنا زائلون. نعم. وما دائما عندي شعار في الحياة، الله سبحانه وتعالى يقول وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. نعم. فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. هذا المال هو مال الله. نعم. وأنا بعتقد كل إنسان لازم يتخيل أنه إحنا الله سبحانه وتعالى استودعنا على هذا المال. صحيح. فلازم يكون في هناك شيء تقابل وجه ربك فيه، وكلنا على أعتاب يعني خلينا نقول تعدينا متوسط عمر الإنسان. الله يعطيكم. أنا بالنسبة لي شعوري وسعادتي. نعم. أني أنا راضي والدين، يعني عملت مسجد لأمي وكانت راضية ماضية. نعم. وبعمل مدرسة لوالدي اللي ما شفته أنا. الله يرحمه. أنا ما شفته، توفى في 5/1/46 وأنا أجيت بعد وفاته بخمس شهور. فهذا سعادة وانعكست على أولادي. يعني بدي كمان أولادي يتعلموا عمل الخير، يتعلموا أنه البلد خلينا نقول الانتماء ليس بالشعارات وليس بالهتافات، الانتماء في عمل حقيقي وبالنوايا الحسنة والقلوب الطيبة، القلوب اللي فيها خير. الحمد لله. ما في أحلى من أنه الواحد يشوف طبيب أو طبيبة أو مهندس بالمستقبل يقول أنا تخرجت من مدرسة، هذا اسم هذه المدرسة، وتبرع بها فلان الفلان. الحمد لله. إن شاء الله يا ربي الله يعطيكم الصحة والعمر، وأنا فخورة جدا فيكم. تسلم. ما بعرف، أعطيتوني طاقة كتير حلوة، رجعتوني لهيك أيام الخير. الله يعطيكم الصحة والعافية. شكرا جزيلا لكم. شكرا. فاصل قصير أعزائي ونرجع لكم.